دلع السلامة. الله يسلمك. كنت فين لحد دلوقتي يا سامة؟ في النادي. النادي. اولا النهارده مش يوم النادي، ثانيا ازاي تروح النادي من غير ما تستاذن من والدتك؟ انا مش عيل صغير علشان اسامه، انت مهما كبرت مش هتكبر على والدتك. وبعدين في حاجه مهمه جدا عايزك تعرفها، البيت ده فيه حاجتين، فيه احترام وفيه نظام، يعني كل حاجه في وقتها وفي مواعيدها، وبعد كده اي حاجه هتعملها لازم تكون باذني او اذن والدتك وموافقتنا احنا الاثنين. الوقت اللي انت ضيعته النهارده في النادي ده المفروض انه وقت مذاكرتك. انا عارف مصلحتي كويس. انت لو عارف مصلحتك كويس مش هتعمل اللي انت بتعمله ده. اسامه انت لو ما غيرتش اسلوبك ده انا هيبقى لي معاك اسلوب تاني. اسلوب تاني؟ اه طبعا اسلوب تاني. يعني انا مثلا زي ما عملت لك اشتراك في النادي بمنتهى البساطه ممكن الغيه. تلغيه؟ والله ده اقتراح والدتك، بس انا شخصيا بقى موافقها، ده في حاله انك ما تسمعش الكلام. ده خلاف ان والدتك عايزه تقطع عنك المصروف. قلت لها انا ما فيش داعي، قلت اديك فرصه يمكن تراجع نفسك. أسامة أنا ما كنتش أحب أكلمك في حاجة زي كده، بس أنت اللي اضطرتني. يا ريت يا أسامة تغير تصرفاتك وطريقة تفكيرك عشان ما تزعلش منك ماما وتزعلني أنا كمان. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ بقول لك يا أمل مالكيش دعوة. أنت إزاي تكلمني بالأسلوب ده؟ أنتوا كلكوا هنا في البيت مش طايقيني وبتكرهوني. بنكرهك؟ هو الراجل ده عايز مني إيه؟ ماله وماله؟ الراجل ده زي والدك ومن حقه يحاسبك لما تغلط. الراجل ده مش زي بابا ومش هيبقى زيه. ليه يا أسامة؟ لأنه بيكرهني. هو قالك كده؟ أنا كان ممكن ما أقولكيش، بس حاجة زي دي كان لازم تعرفيها. ده الجنة الرسمي. الظهر إن أنا معرفتش أربيه، أنا طالعاله. لا يا نوال، ده مش تصرف مظبوط. أي تصرف عنيف مع أسامة هيزود الإحساس اللي جواه ويخليه يعند أكتر. وهو إزاي بس يفكر بالطريقة دي؟ واضح إن ابنك اتغير ومش قابل وجود مروان في حياته، وشكله كده غيران من مروان عشان كده بيتصرف التصرفات دي. انا كان قلبي حاسس انه غيران من حبي لمروان. اللي بيحصل مع اسامه ده طبيعي، امه اللي طول عمرها عايشه له فجاه بقى في حياتها راجل تاني، عشان كده لازم تعاملي اسامه بشكل ما فيهوش عنف عشان ما يبعدش عنك. طب اعمل معاه ايه بس؟ خديه في حضنك، طبطبي عليه، فهميني حبك لمروان مش معناه انه بياخدك من ابنك. فهمته يا امل، فهمته كتير، مفيش فايده فيه. معلش، فهميه تاني وتالت، زودي من حبك وحنانك لاسامه، وبلاش سياسة العقاب اللي هتخلي إحساسه بالكراهية تزيد جواه. وأرجوكي بلاش تمنعي عنه المصروف أو مروحه للنادي. تفتكري لو اتعاملت معاه بالطريقة دي ده هيجيب نتيجة؟ أكيد يا نوال، وإلا أسامة هيضيع منك. يضيع مني يا ربي، يعني يوم ألاقي الإنسان اللي بحبه ابني يضيع مني قصاده؟ أسامة أمي حبيبي عشان أنا ماليش نفسي يا أمي. لا يا قمر ما ينفعش الكلام ده، ما انت لو ما اكلتش انا كمان مش هيجيلي نفسي. يرضيك كده؟ يلا حبيب قلبي. انت زعلان من انكل مروان؟ هو مش ابويا عشان يتكلمني بالطريقه دي. يا حبيب قلبي انكل مروان بيحبك زي ابنه شريف بالظبط وبيخاف عليك. ما هو لو ما كانش بيحبك ما كانش يخاف عليك. هو عايز منك ايه؟ عايزك تذاكر وتنجح وبس، يبقى بيحبك ولا لا؟ لو بيحبني زي ما انت بتقولي ما كانش يقول لي ان هو ممكن يلغي اشتراك النادي. طب ايه رايك بقى ان انا اللي كنت عايزه اعمل كده؟ انا كنت ناوي احرمك من النادي ومن المصروف لحد ما تنجح، لكن هو قال لي ادي لك فرصه تانية، يبقى بيحبك بقى ولا لا؟ انت ما بقيتيش تحبيني يا ماما. اخس عليك يا اسامه، ما تقولش كده يا حبيبي. هو انا بعمل كل ده عشان ايه؟ مش عشان بخاف عليك؟ ده انت ابني الحيله اللي ماليش غيره. اذا ما كنتش اخاف عليك انت اخاف على مين؟ اوعدني يا اسامه، اوعدني يا حبيبي انك تذاكر وتنجح. الامتحانات خلاص ما فاضلش عليها غير حاجه بسيطه، ذاكر انت يا حبيبي وانجح كده بمجموع كويس، وانا انفذ لك كل اللي نفسك فيه. توعدني؟ اوعدك يا ماما. حياه قلب ماما، انا كنت عارفه ان ابني حبيبي مش هيزعل مامته ابدا. يلا يا قمر فك بقى كده واضحك، يلا قوم عشان نتعشى. ليه سقطت؟ ليه ناقصك ايه؟ طلبت ايه ما جالكش؟ ده انت عايش متبخدد 24 قيراط ونايم على ريش نعام وكل اللي بتطلبه بيجيلك، غيرك بيذاكر على لمبة جاز تحت بير السلم وبينجح. انا انت ايه؟ انت ايه انت؟ كنت بتضحك عليا؟ كنت بتقولي رايح الدروس الخصوصية وانت ملموم على شلة ما يعلم بيها الا ربنا وصايع معاهم وانا اخر من يعلم؟ انت قولي بقيت كده ليه؟ ليه؟ ده انت كنت كويس، ده انت عمرك ما عملتها، كنت بتنجح وبتطلع الاول لما
مش لاقيين العيش الحاف دلوقتي لما بقى عندك كل حاجه بتسقط. معلش يا نوال ما تزعليش نفسك. شفتي المصيبه يا امل؟ قعدتي تقولي لي خديه بالمسايسه وبلاش تضايقيه وتزعليه، وادي النتيجه. ما كنتش متصوره ان ده هيحصل. وديني وايمان اللي نكد عليه عيشته، مش هخليه يعتب بره باب البيت، لا خروج ولا فسح ولا نادي ولا موبايل، ولا هيطول مني مليم احمر واحد. اللي حصل حصل يا نوال خلاص. اللي حصل حصل، وضيع من عمره سنه، وانا اللي كنت بحلم باليوم اللي يخلص فيه مدرسته ويدخل الجامعه واحس انه بقى راجل. اسامه مش اول واحد يسقط. اديني سبب واحد يخليه يسقط يا مروان، ولا انا يعني مكتوب على قلبي يفضل مكسور عمري كله؟ ملحقش افرح ولا اتحنى بحاجه. طب اهدي بس، شوفي انا هجيب له مدرسين خصوصيين يذاكروا له في الاجازه، وان شاء الله السنه الجايه هينجح. والمدرسين دول بقى انا هجيبهم له هنا في البيت عشان ما يعملهاش تاني، ويخرج مع اصحابه واحنا نبقى في البيت نايمين على ودنا وفاكرين ان الافندي نزل ياخد درس خصوصي زي ما كان بيعمل. يا ماما يمكن تكون الامتحانات جات له صعبه. امال يا حبيبي غيره نجح وجاب مجموع كبير ليه بس؟ خلاص بقى نوال ما تزعليش نفسك اكتر من كده. ماشي انا اسفه يا شريف يا حبيبي، انا اسفه، انا ما بركتلكش على نجاحك. الف مبروك مبروك يا حبيبي، ده انا فرحانه بنجاحك قوي والله. ده انت ما شاء الله عليك شاطر وجبت النمر النهائي. قول لي بقى نفسك اجيب لك هديه ايه؟ ميرسي يا ماما انا مش عاوز. لا يا حبيبي، اللي نجح وتشطر لازم يتجاب له احلى حاجه، واللي خاب وسقط لازم ياخد على دماغه من فوق. انت يا حبيبي لازم اخدك وافسحك واجيب لك كل اللي نفسك فيه. يلا تعالى قوم غير هدومك عشان نخرج انا وانت. يلا بقول لك ايه، انا مش ناقصه، انا مش قصدي يا اسامه. لا تقصد، ولا ما تكونش فاكر نفسك يعني بقيت سبع البرومبا عشان انت نجحت وانا لا. بص يا شريف، لو مش هتعرف تأدب نفسك انا هعرف أدبك كويس. يا اسامه بتزعل شريف ليه؟ سأل البيه. في ايه يا شريف؟ هو اللي عمال يزعق ويشخط من الصبح من غير سبب. طب يا حبيبي ما تزعلش، حقك عليا انا، اطلع اوضه. حاضر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مالك ومال شريف؟ بتتخانقي معه وبتزعله كل شويه ليه يا اسامه؟ مالكيش دعوه. يعني ايه ماليش دعوه؟ ايوه مالكيش دعوه، مفيش حد في البيت ده ليه دعوه بيا وانا اعمل اللي انا عايزه. الواد ده اتجنن خلاص، ده قاعد يزعق لي ويشوح لي بايده اللي عمره ما عملها. والله يا بنتي ما انا عارفه ايه اللي جراله، ده ما بقاش عامل حساب لحد. مش كفايه عملت السودة وسقوطه، وكمان مش عاجبه حاجه ونازل زعيق وشخط في شريف. ايوه زي ما يكون بقى واحد تاني. الموضوع ده لا يمكن السكوت عليه. قصدك ايه يا امل؟ لما ترجع نوال انا هحكي لها على كل حاجه عشان تأدب ابنها. لا يا بنتي لا، بلاش تقولي لاختك حاجه، ما تنكديش عليها، اعملي معروف. الله يكون في عونها. انا مش عارفه اسامه بيعمل كده ليه وعايز ايه بالظبط؟ ما يكونش بيعمل كده عشان يتسبب في مشكله بين مروان ونوال. معقول يا امل؟ ليه لا؟ ما هو الظاهر ان اسامه مش هيرتاح ولا يهدى له بال الا لما يتطلقوا. انا سبق وسالتك يا ماما ايه اللي مزعل شريف ومضايقه بالشكل ده؟ الولد كل ما يصفى ويروق يرجع تاني ويزعل. في ايه يا ماما؟ ما هو يا نوال يا بنتي. هو ايه بس يا ماما؟ انا واثقه ومتاكده انك عارفه السبب ومش عايزه تقولهولي. بس انا بقى مش هسكت النهارده، مش هسكت لما اعرف السبب، ودلوقتي حالا كمان. شريف تعالى معايا يا حبيبي. حاضر يا ماما. ايوه ما هو اللي حصل. بسم الله ما شاء الله، سايب مذاكرتك وقاعد تتكلم في الموبايل؟ ما هو يا ماما. ما هو ايه؟ وجبت الكارت ده منين؟ انا مش مانع عنك الكروت، جبت حق الكارت منين؟ انت يا رب. انا خدت فلوس من تيتا. فلوس من تيتا؟ تيتا ليها حساب معايا. هات هات الموبايل. لكن يا ماما يعني. لكن ايه؟ الموبايل ده مش هتاخده الا بعد ما تخلص امتحانات والنتيجه تطلع كمان. وبعدين في موضوع تاني، انت مزعل شريف على طول ليه؟ شريف؟ هو شريف قال لك ايه؟ شريف ما قاليش حاجه لانه مش عايز نزعل منك، بس انا بقى عرفت من نفسي كل حاجه. انا ما عملتلوش حاجه. وانا لسه قلت انك عملت له حاجه؟ انا بقول لك قدامه هو يا اسامه، لو زعلت شريف في اي وقت ولا عليت صوتك عليه ولا ضايقته في اي حاجه حسابك معايا هيبقى عسير. سامع؟ سامع يا ماما. وانت يا شريف اي حاجه اسامه يضايقك فيها
تيجي تقولي على طول يا حبيبي وهتشوف هعمل لك فيه ايه. اذا ما كنتش عرفت اربيك قبل كده هعرف اربيك دلوقتي. اقعد ذاكر.